استقبلت محافظة الجمهورية شاحنات قوافل الخير استعدادا لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا ضمن حملة المليون كرتونة والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لتخفيف العبء عن المواطنين. للمزيد نتابع التقرير التالي. النهارده علشان بنطلق قافله وصل الخير عباره عن مليون كرتونه رمضان هنوزعها على اهالينا في كل محافظات الجمهوريه المستحقين والاكثر احتياجا عن طريق عناصر الرصد الميداني بكل المحافظات. قدرنا نتابع ونرصد كل الاسر الاكثر احتياجا وكل المواطنين المحتاجين. العناصر بتوعنا موجودين في كل مكان في مصر. طبعا احنا عندنا قاعده متواجده على الارض من لحظه بدايه المؤسسه، زملائنا موجودين في كل حته ميدانيا في كل المحافظات، وده طبعا بيكون بالتعاون مع الجهات التنفيذيه المتواجده في جميع المحافظات، وبيتم التنسيق معاهم برضو في لو حدث اي مشكله. نتوجه الى القرى والنجوع بناء على البيانات المتواجده في القرى ونتوجه ليهم مباشره، نقدر ان احنا نوزعها مباشره. وطبعا ده اي مواطن متواجد سواء في الصعيد او اهالينا اللي موجودين في المحافظات. يكون في عندنا شركاء من كل مراكز وقرى ومحافظات التابعه للمرحله الاولى او المرحله الثانيه ان شاء الله هيبدا تنفيذها في مبادره سياده الرئيس حياه كريمه. احنا كمان بنستهدف ان احنا نكون الدور القيادي او الدور الفاعل الاساسي اللي بيشد معاه باقي جمعيات العمل المدني. مؤسسه حياه كريمه ما يميزها اي عمل تطوعي بيتم على الارض بنلاقي طبعا جميع الشباب متواجده ومتكاتفه عشان نقدر ان احنا نوصل الحاجه للمستحقين. مبادرة سيادة الرئيس مبادرة حياة كريمة اللي بيتم تقسيمها لثلاث مراحل، احنا بنستهدف نوصل ل 57 مليون مواطن مصري هم سكان القرى والمراكز الاكثر احتياجا. مؤسسة حياة كريمة من المؤسسات كمان اللي دلوقتي يعني دوليا لها مكانه عاليه، وانا اتوقع ان شاء الله في على مدار المدى القريب ان احنا نبقى من افضل المبادرات اللي موجوده في العالم كله، لان احنا بنحقق اهم اهداف التنميه المستدامه على الارض.